اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات قناه دار الخبر. جدا سعيد بلقائكم. كنشكر الناس اللي كيتضامنوا معنا واللي كيكتبوا لنا التعليق، وطبيعه الحال كنشكر كل اللي كيدير الاعجاب. الكثير كيتفقوا ان لولا الشخصيه اللي غنشوفوها اليوم ما كانت تكون لا حاضره فاس ولا الدوله الادريسيه. اهلا بكم في قصه الاميره كنزه الاوربيه. اهلا بكم. الأميرة كنزة هي أميرة بنت أمير، زوجة أمير، أم أمير، وجدة الأمراء. هي كنزة بنت الأمير إسحاق بن محمد بن عبد الحميد الأوربي. قبيلة أوربة قبيلة أمازيغية كبيرة بزاف في المغرب، وبها كان هو الأمير ديالها. هاد كنزة هادي الأوربية هي اللي غادي تجوج بإدريس الأول، اللي غايجي من طبيعة الحال هارب من البرتش والقمع العباسي. علاش البرتش والقمع العباسي؟ لان بنو العباس بحالهم بحال الامويين كان عندهم بعض المشاكل مع آل البيت، وبما ان ادريس كان من آل البيت فهو من نسل فاطمه، فكان العقوبه ديالو هو القتل. كانوا كيقلبوا عليه يقتلوه. هرب للمغرب ونجح بزاف ديال النجاحات، نجح فتح تلمسان، ونجح في تاسيس دوله جديده في المغرب الاقصى، دوله الادارسه. هنا اللي طرا استفد بزاف المرتوف، كما غنشوفو شنو هو الدور ديالها. لكن خلينا نشوفو في الوقت اللي تزوج فيه ادريس من الاميره كنزه، وكنزه كتعاونوا على تاسيس الدوله واداره الدوله، وعاونته على فتح تلمسان وساعدته في كل شيء. اشنو كان تيطرا في المشرق؟ واش المشرق عطاه اتساع؟ لا، كان في ذاك الوقت هارون الرشيد. هارون الرشيد ما بغاش ينسى ان ادريس فلت من القبضه ديالو، فكان تيفكر يغزو المغرب، فكر يدير جيش. لكن الوزير ديالو المستشار ديالو يحيى بن خالد البرمكي قال ليه الا صيفطتي جيش غتكون مشاكل، غنضربوا مع الامازيغ وغتكون مشكله كبيره، علاش ما نحاولوش غير بالفن نقتلوه؟ بالفعل هادشي اللي غادي يطرى. غادي يختاروا هذاك خينا اللي معروف بالشماخ وسميتو سليمان بن جرير الشماخ. غادي يكلفوا هارون الرشيد بقتل ادريس الاول. خرج من بغداد الشماخ، مشى عند ادريس الاول، تعرف على البلاط ديالو، دخل عنده، تعرف من طبيعه الحال على الاميره كنزه، وتعرف على المرافق والمستشار الوزير ديال ادريس الاول رشيد. هذا رشيد ما كانش كيتفرق معاه، لكن ادريس الاول اعجب بزاف بالشماخ، لان الشماخ كانت عنده البلاغه وكان عنده العلم وكان عنده علم الحديث. المهم بلا ما نطول عليكم، فواحد اللحظه غادي يختالي الشماخ بدريس الاول وغادي يعطيه السم في الريحه، وهذا الشيء سنه 793 ميلاديه. هنا الاميره كنزه تعلمت بزاف من الاغتيال ديال الراجله. شنو تعلمت كنزه؟ تعلمت الحفاظ على دريس الثاني. دريس الاول مات ودريس الثاني في عمره 7 شهور. كنزه استفدت من هذا الحدث هذا استفاده كبير، استفدت بان كاينه شي حاجه سميتها المؤامره، كاين ناس كيتامروا عليك. عرفت بان المشرق ما غاديش يخليهم في اتساع، عرفت بان الاضطهاد والحقد العباسي على ادارسه وعلى آل البيت مازال حي وعمره ما غادي يموت. فشنو ولات كدير؟ ولات هي اللي كتشرف على انها توكل ولدها ادريس الثاني. كنزه ما كانش كتخلي حتى شي واحد يقرب لولدها، يرضعوا ولا يوكلوا ولا يعطيه الحليب، يوكلوا اي حاجه. هي اللي كانت كتسهر على ولدها، هي اللي كان الفطور والغداء والعشاء من الصباح حتى كينعس، اي حاجه كتدخل الفم الاميره كانت هي اللي كتسهر عليها، وهي اللي رباته وهي اللي كبرته، وهي اللي وزنات ما بين الحفاظ على الدوله الادريسيه الفتيه الجديده وحفاظ على الحياه ديال ادريس الثاني. لان الدوله العباسيه كانت باغا تنهي السلاله ديال الادارسه، وما بغاتش تكون دولة منافسة، دولة كتنافسة. وكما كان تيقول هارون الرشيد هو بنفسه، كان تيقول إلى ادريس الأول فتح تلمسان وأسس الدولة، فهذيك هي الباب اللي غادي يدخل منها للدار. شنو كيقصد الدار؟ كيقصد هو المشرق. أن ادريس الأول دار الدولة ديالو وسيطر على شمال إفريقيا وتلمسان، باش هو كيدير جيش الجيوش ويهجموا على المشرق. من طبيعة الحال إدريس الأول ولا ولده ولا الأحفاد ولا الدولة الإدريسية كل عمرها ما كانت كتفكر تهجم على المشرق ولا تستولى على المشرق، بل كان يكفيها المغرب والأندلس فيه كل شيء. الكثير كيعتقد أنه لولا الأميرة كنزة ما كانش تكون لا جامعة القرويين ولا فاس ولا الدولة الإدريسية، وهذا كله صحيح، لأن هي اللي حافظت على الدولة. كان بإمكان أم واحدة أخرى غتخاف من الإغتيال، تخاف من أنهم يقتلوا ولدها، أتقول لك أحسن حاجة
نحافظ على الحياة ديال ولدي وما عندي ما ندير بهذا الصداع الراس هذا ولا صداع الدولة ولا مسؤوليات الحفاظ على الدولة. لكن أميرة كنزة قبلات التحدي، قتلوا لها رجلة لكن حافظت على الملك، حافظت على الحكم، ومن بعد دوزاته لولدها وكانت هي المستشارة ديال رجلها وولدها، وكانوا عندها 9 ديال الأحفاد معروفين بالأمراء 9، وكانت عندها الذكاء أنها أشارت لولدها إدريس الثاني قالت ليه لا بغيتي نحافظوا على الحكم وهذه الدولة هذه تعيش ويكون عندها صوت وتعرف الأبناء ديالك خليهم ولاة على الأقاليم ديال المغرب. وهذا الشيء اللي دارت، الأبناء ديالها كانوا كلهم ولاة على الأقاليم على أساس أنهم هما كيحكموا في الإقليم نيابة على باهم إدريس الثاني، الأمير إدريس الثاني واللي سميه الملك إدريس الثاني. علاش لولا هي ما تكونش فاس وما تكونش قرويين؟ لأن الدولة الإدريسية هي اللي نشأت هادشي كله. لولا الدولة الإدريسية اللي تأسست فاس وأسست مدينة فاس وحضارة فاس ما تكونش القرويين، وما يكونش قاع داك الجاه وداك العلم وداك الدور الإشعاعي اللي لعبته مدينة فاس، ما يكونش هادشي لولا الدولة الإدريسية، وما تكونش الدولة الإدريسية لولا الأميرة كنزة اللي هي حافظات على النواة ديالها الأولى اللي هو إدريس الثاني. فهي كانت أصرات على أنها تكمل المشروع ديال رجلها اللي هو أصبح المشروع ديال ولدها. هي في الحقيقة تعاملت بعناد، تعاندات الدولة العباسية وتعاندات معهم في أنها تنجح ما تفشلش، رغم أنهم قتلوا لها رجلها. قالت لهم المشروع ما غاديش يفشل، المشروع غادي يستمر وغادي يكبر. وهذا الشيء اللي طرى بالفعل، كبرات الدولة وزاد العهد ديال ولدها إدريس الثاني، زادت كبرات الدولة أكبر مما كانت، والتوسعات والفتوحات والدور اللي لعبوه في شمال إفريقيا من طبيعة الحال، ولكن كانت العاصمة هي مدينة فاس. وبسبب الأدارسة ولات فاس عندها دور علمي. علاش هذا الدور التاريخي العلمي ديال مدينة فاس؟ لأن أصلا إدريس الأول كان رجل متدين وكان عالم من علماء المسلمين من طبيعة الحال، فورث العلم ورث المعرفة الدينية ورث التقوى. في سنة 828 ميلادية الأميرة كنزة غادي تصاب واحد المصاب، أنه ولد إدريس الثاني غادي يموت هكا فجأة، ما كان مريض ما كان حتى شي حاجة، كان شاب في عمره 36 سنة غادي يموت فجأة، ما عرفاتش كيفاش مات، ما كان عرفوش واش حتى هو يد الغدر العباسية وصلت ليه وحتى هو وسماتو. لكن المصادر التاريخية كتقول أنه مات بشكل مفاجئ، ومع هذا المصاب هذا الثاني في الابن ديالها الوحيد، مع ذلك الأميرة كنزة ما رفعتش الراية البيضاء، ما استسلماتش، بل زادت القوة ديالها ورعات وأصبحت هي الراعية والمستشارة ديال الأمراء 9، دوك 9 ديال الأحفاد ديالها اللي حتى هما غادي يكونوا النواة الثالثة ديال الدولة الإدريسية في المغرب. فزادت لعبات دور آخر في إبقاء الحكم في الأحفاد ديالها، وغادي يبقى هكذا حتى غادي تسالي الدولة الإدريسية وغادي موراها دورة أخرى. لكن هذا الدور كله هذا ديال الدعوة الإدريسية، ومن تحولت الدعوة إلى دولة، هذا التحول هذا كان فضل دياله الأميرة كنزة، لأنها هي اللي دارت كل شيء. من جاء المولى إدريس الأول كان بطبيعة الحال يدعي الإسلام، وكان لعب دور كبير في الدعوة الإسلام القبائل الأمازيغية في شمال إفريقيا كلها. لكن شكون هو اللي ضمن تحول دعوة من دعوة إلى دولة؟ هي الأميرة كنزة بطبيعة الحال، داكشي اللي ورثتهم بها. فهي كبرات في بلاط، ممكن تقول بلاط الحكم، لان بوها كان امير ديال القبيله ديال الاوربه، فورثت منه الاداره والقياده. فهي ممكن تقول انها ورثت المشرق والمغرب. المشرق من عند رجلها إدريس الاول، استفدت منه من داكشي اللي جاب معاه من المشرق، ولانه حتى هو كان قريب من بلاط الحكم في المشرق، فهي شخصية مخضرمة، خدات من المشرق وخدات من المغرب، من الموقع ديالهم طبيعة الحال استفدات من الأمازيغ وتجربة الحكم عند الأمازيغ. فهذا الشيء كله هو اللي خلاها تحافظ على الحكم وتحافظ على الدولة اللي تحولات بعد ما كانت دعوة، وتحافظ على أن الحكم يبقى في الابن ديالها، وتأسس الدولة الإدريسية على أساس ديني صاب. وما ننساوش أن الدولة الإدريسية كانت دولة متدينة إلى أكثر الحدود. أخيرا الأميرة كنزة كان لها كل الفضل في الحفاظ على الدولة، الحفاظ على الحكم وصل الأدارسة، الحفاظ أولا عن الحياة ديال ولدها إدريس الثاني وهو صغير وهو رضيع، حافظت عليه وبلا شك كانت دارت عليه مؤامرات أنه باش حتى هو يتقتل باش ينهيو السلالة الإدريسية. العباسيين كانوا كيكرهوهم كره شديد،
لكن الأميرة كنزا كانت في الحقيقة امرأة حديدية ولعبت دور كبير، وهي صاحبة الفضل في الدور اللي غتلعبو فاس انها اصبحت عاصمة الحكم والعاصمة العلمية ديال الدولة المغربية، لدرجة ان ملوك اوروبا كانوا كيتخرجوا في القرويين وكيصيفطوا الابناء ديال الامراء يدرسوا في القرويين. فالفضل ديال الأميرة كنزة الأمازيغي فضل كبير على المغرب وعلى فاس وعلى الدولة الإدريسية. كنشكركم على المتابعة، كان معكم عبد اللطيف، إلى الحلقة القادمة من حلقات قناة دار الخبر.